قوله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فقوله براء أي بريء، مأخوذ من التبرؤ، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد تبرأ من أبيه وقومه، وهذا هو مقتضى الإيمان. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية. وقد أمرنا جل وعلا أن نتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة في هذا الأمر. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآية. وقال تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله شديد العقاب. وقال عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولذا ثبت عند البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقاه أبوه في عرصات القيامة فيستشفع به عند الله عز وجل، فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا ربي وأي بعد أن يبعد أبي الأقرب؟ فيقول الله عز وجل: انظر إلى ما وراءك فإذا هو بذيخ ملطخ فيلقى في النار. فيحول الله عز وجل أباه إلى ذيخ ملطخ بالنثالة حتى يتقذر منه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمقتضى الإيمان أن يتبرأ المسلم من الكفار حتى ولو كان هؤلاء الكفار أقرب الناس إليه. وأسوتنا في هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.